السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء. بإذن الله راح نستكمل موضوع نهاية دالة الصحيح. قبل أن نشوف هذه القاعدة الجميلة والسهلة والحلوة، راح نتذكر كيف كنا نجد نهاية دالة الصحيح. كنا شو نسوي؟ نقوم بإعادة تعريف دالة الصحيح على خط الأعداد، ونشوف إذا كان تلك القيمة التي تؤول إليها السين نقطة تشعبية، نقول ماذا؟ أن النهاية غير موجودة. ليش؟ لأنه من اليمين غير عن من اليسار. أما لو كان تلك النهاية أو تلك القيمة التي تؤول إليها السين ليست نقطة تشعبية، نقول ماذا؟ أن النهاية موجودة. الآن خلينا نشوف هذه القاعدة الجميلة المقتبسة من تلك القاعدة أو تلك الطريقة. بداية قبل أن نشوفها خلينا يعني نستعرض فائدة هذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة راح نستخدمها كثيرا، وين؟ في الأسئلة الموضوعية، تحل الأسئلة الموضوعية بشكل سهل وبسيط. أيضا راح نحل أو هذه الطريقة تحل ماذا؟ الكثير من الأسئلة المقالية، وبالأخص الأسئلة المقالية التي تحوي مجاهيلا، بالأخص الأسئلة المقالية التي تحوي مجاهيل. إذا خلينا نشوف هذه القاعدة. تقول القاعدة: إذا كان ناتج الصحيح يساوي صحيح جيم أثناء التعويض. طبعا فكرة الحل هي ماذا؟ هي التعويض المباشر. لما نعوض التعويض المباشر طلع لماذا؟ صحيح الجيم داخل الصحيح. لما نعوض داخل الصحيح يطلع لي صحيح الجيم. ما هو صحيح الجيم؟ هو عدد مهما كان ذلك العدد. عندي حالتين: الحالة الأولى أن يكون هذا العدد عبارة عن ماذا؟ عدد صحيح، أو عفوا عدد غير صحيح، يعني لا ينتمي للأعداد الصحيحة. إذا الحالة الأولى أن يظهر لماذا؟ صحيح، عدد غير صحيح، إذا الجيم غير صحيح. في هذه الحالة نقول ماذا؟ أن النهاية موجودة وتساوي ماذا؟ وتساوي صحيح الجيم، وتساوي صحيح الجيم. مثل ماذا؟ يعني أنا مثلا أريد أجد نهاية الدالة أو دالة الصحيح، وجدت أثناء التعويض المباشر وجد أن الناتج يساوي صحيح 1.5، خلاص النهاية موجودة وتساوي صحيح 1.5، يساوي طبعا 1. عوضت تعويض مباشر طلع لي مثلا النهاية تساوي صحيح سالب 10.3، إذا النهاية موجودة. واضح؟ متى تكون النهاية موجودة؟ إذا ظهر لي أثناء التعويض المباشر صحيح عدد ماذا؟ غير صحيح. خلنا نشوف الجزئية 2. الجزئية 2 تقول ماذا؟ إن الجيم تكون عدد صحيح. في حالة إذا كان الجيم عدد صحيح، مباشرة نقول أن النهاية ويش؟ غير موجودة. أن النهاية غير موجودة. ليش غير موجودة؟ غير موجودة لأنه من جهة اليمين تختلف عن جهة اليسار. ليست غير موجودة لأنها غير موجودة كذا بهذا الشكل العشوائي، ولكن ماذا؟ ولكن بسبب ماذا؟ بسبب أن النهاية من اليمين غير عن النهاية من ماذا؟ من اليسار. الآن السؤال: النهاية من اليمين كم؟ والنهاية من اليسار كم؟ طبعا يمكن أن نحددها بسهولة من خلال ماذا؟ من خلال إيجاد علاقة تربط بين إشارة معامل السين وإشارة جهة الدراسة التي تؤول إليها السين. فالسين تؤول إلى 2 من جهة اليمين، إذا إشارتها يمين موجب. معامل السين موجب، إذا نفسه. في حال إذا كان نفسه فالجواب ماذا؟ نفس الصحيح اللي ظهر. لاحظ، إذا كان نفس الإشارة فنفس الصحيح، إذا كانت الإشارة مختلفة فليس نفس الصحيح وإنما النقص 1. واضح؟ إذا أحد الجهات راح تأخذ جيم، الجهة الأخرى راح تأخذ ماذا؟ جيم ناقص 1. تعتمد على هل نفس الإشارة والله ما نفس الإشارة. خلنا نشوف هذه الأمثلة عشان نوضح هذه القاعدة الحلوة والجميلة. يقول مثال رقم 1: جد نهاية ما يلي. طبعا نهاية صحيح 2 سين زائد 1 عندما سين تؤول إلى 1. الخطوة الأولى، وش الخطوة الأولى؟ الخطوة الأولى هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن التعويض المباشر. نحن راح نعوض هنا بالقلم الرصاص. المفروض نمسك القلم الرصاص معكم، ثم بعد ذلك نعوض هنا فوق الصحيح تعويض مباشر. نشوف 2 في 1 2 زائد 1 3، إذن يظهر لي من التعويض المباشر صحيح 3 بقلم رصاص كتبته. أفكر، صحيح 3 صحيح عدد غير صحيح، النهاية غير موجودة. ليش؟ من اليمين غير عن اليسار. واضح؟ رقم 2، خلينا نشوف رقم 2. رقم 2 لاحظ ماذا؟ نلاحظ انه عندي هنا بالتعويض المباشر 2 ناقص النص يساوي ماذا؟ يساوي 1.5، يساوي 1.5. اذا نسجل صحيح 1.5 بقلم رصاص. الان افكر،
صحيح واحد ونص هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الحالة الأولى، صحيح عدد غير صحيح، النهاية موجودة، النهاية موجودة وتساوي صحيح ذلك العدد، يعني يساوي صحيح الواحد والنص. أتعب نفسي شوية وأكتب ماذا؟ واحد. صحيح واحد ونص يساوي كم؟ يساوي واحد. رقم ثلاثة، شو نسوي رقم ثلاثة؟ نعوض تعويض مباشر. إذا كله بالتعويض المباشر نجد أن الموضوع سهل جدا. خمسة ناقص الواحد يساوي كم؟ يساوي أربعة. صحيح الأربعة فوق بقلم رصاص أفكر. حلو. الآن صحيح الأربعة النهاية شو؟ غير موجودة. أسجل النهاية غير موجودة؟ لا. ليش النهاية غير موجودة؟ من اليمين غير عن اليسار. هو طالب من اليمين بس، ما طالب بشكل عام. لو بشكل عام اكتب النهاية غير موجودة، هو طالب من اليمين، لأنه طالب هو من اليمين. هن نتمهل ونقول صحيح أربعة، إما الجواب أربعة أو الجواب كم؟ ثلاثة، لأنه ظهر لي صحيح الأربعة، إما الأربعة نفسه أو نقص واحد. الآن هل هو الأربعة ولا الثلاثة؟ يعتمد على ماذا؟ نفس الإشارة أو ما نفس الإشارة؟ لاحظ كم الإشارة أو ما هي الإشارة هنا جهة الدراسة؟ موجب. ما هي إشارة معامل السين؟ موجب. إذن نفس الإشارة نفس الصحيح، ما صعب. نفس الإشارة نكتب نفس الصحيح. هنستكمل رقم أربعة. الصحيح هو عبارة عن نصف ناقص السين، نعوض عن السين بكام؟ باثنين كالعادة. نعوض نص ناقص الاثنين فيها كام؟ صحيح واحد ونص سالبة، بهذا الشكل بقلم رصاص. نفكر موجود ولا غير موجود؟ ايوه موجود، بغض النظر عن جهة الدراسة، بغض النظر عن جهة الدراسة هذا موجود. من اليمين موجود، من اليسار موجود، من كلا الجهتين متساويات، اذا هي بشكل عام موجودة. كم تساوي؟ تساوي صحيح ذلك العدد اللي ظهر عندي. يساوي كم؟ يساوي طبعا صحيح السالب واحد ونص فيها سالب اثنين. البعض وش بيقول؟ صحيح سالب سالب اثنين، ايوه الجهتين مختلفات، النقص واحد. ليش تنقص واحد؟ هنا وش صحيح عدد ماذا غير صحيح؟ انتهى الموضوع، ما لك علاقة من الجهات. هذا متى من الجهتين؟ اذا كان صحيح عدد صحيح فقط لا غير، اذا كان النهاية غير موجودة بشكل عام. واضح؟ الان النهاية موجودة خلاص، ما لها علاقة من الجهات. خلنا نشوف مثال رقم خمسة. يقول مثال رقم خمسة، نهاية صحيح واحد ناقص اثنين سين عندما سين تساوي إلى صفر من جهة اليمين. قبل الجهات شو نسوي؟ نعوض. نعوض لما نعوض بقلم رصاص يطلع لي كام؟ نضرب هني بصفر يطلع لي واحد، يطلع لي واحد ناقص الصفر واحد، عفوا واحد. زين إذن صحيح الواحد، صحيح الواحد شو؟ صحيح الواحد النهاية غير موجودة، ولكن هو يريد ماذا؟ من جهة اليمين، لأنه من جهة اليمين يريدها. نلاحظ هنا جهة اليمين صح، وهنا معامل سين ماذا؟ سالب. إذن الإشارتين مختلفتين، إذن شو نسوي؟ نقص واحد. ما نفسه، ما نفس الإشارة، إذا ما نفس الصحيح واحد، أو نسوي كذا واحد ناقص الصفر ويساوي واحد ناقص الواحد ويساوي صفر، يساوي صفر. إذن أنا المفروض واحد لو كان نفس الصحيح، عفوا نفس الإشارة، ولكن ما نفس الإشارة إذا نقص الواحد. خلنا نشوف اللي بعده. نهاية السين صحيح ثلاثة ناقص السين لما سين تساوي إلى خمسة من جهة اليسار. نلاحظ بالتعويض المباشر الصحيح يساوي كم؟ يساوي ثلاثة ناقص الخمسة، إذا سالب اثنين، سالب اثنين. إذا لاحظ بما أنه صحيح يساوي سالب اثنين، إذا من جهة اليمين أو من جهة اليسار واحد منهم راح يأخذ نفسه، الطرف الآخر راح يأخذ ماذا؟ ناقص الواحد. الآن يعتمد على ماذا؟ على الإشارة. هل الإشارة نفسه ولا ما نفسه؟ نعم نفسه. إذا شو نكتب؟ نفس الصحيح الذي ظهر عندي. إذا بهذه البساطة وبهذه السهولة تمكننا من إيجاد نهاية الدوال الصحيح باستخدام هذه القاعدة الجميلة والرائعة. أتمنى أني وضحت هذه القاعدة بشكل سهل وسلس. هذا كان كل ما لدي في موضوع نهاية دالة صحيح باستخدام هذه القاعدة. أتمنى أني أفدتكم. إلى اللقاء.